والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب شرح الأحكام العطائية للشيخ علي بن عبد الله باراسي الأنقال رضي الله تعالى عنكم قال: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، لا تتعدين همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. الكريم هو الذي يعطي من لم يرجو نفعه ولا يخاف شره، ولا يبالي بمن أعطى ولا بما أعطى، لثبوت غناه عن إيصال المنافع إليه، وتعاليه عن أن يدرك كنهه سواه أو يثني عليه حق ثناه إلا إياه. فهو الكريم المفضال الذي لا تتخطاه الآمال ولم تعتره متغيرات الأحوال. فحيث علمت أنه كذلك فلا ينبغي لك أن تتعدى بهمتك في حوائجك لا سواه، ولا تقصد في مهماتك إلا إياه، فلا لغيره حقيقة وجود في ذاته وصفاته، فضلا عن أن يكون عنده ما تطلب ولديه ما تقصد. فهو لا يرضاك تقصد غيره، ولا تعرض عن معروفه وخيره كيف وقد علمك ذلك ودلك عليه ونبهك على ما عنده من عظيم الفضل، فقال: والله ذو الفضل العظيم، ودلك على أنك لا يوحشنك عظيم جرمك وكثير ذنبك. فهو الذي إذا قدر عفا، وإذا اعتذر إليه قبل وما استقصى، فقال: ادعوني أستجب لكم، وقال: واسألوا الله من فضله، وقال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى غير ذلك. ومن لطفه بعبده أن جعل لعباده من كل اسم من أسمائه خلقا، فالحمد لله. فقل من تجد من أهل دائرة الإسلام لم يتخلق بواحد من أسمائه، فلك من اسمه الكريم أن تكرم نفسك وتصونها عن رذائل أخلاقها، وتكرمها بالتقوى، وتتكرم على كل عضو من أعضائك بإحيائه بالأعمال المقربة إلى الله زلفى. ولي في ذلك إن كنت ترجو لديه الفضل والأمل فلا تعداه للأسباب والحيل. إن الكريم إذا ما نيل لم ينل، يعطي ويبضي عن الإجرام والزلل. فكيف تعرفه يوما وتبتذل إلى الخلائق أو تلجأ إلى العلل؟ فلما كان هو الذي يورد الحاجات عليك، كما أنه يهدي الزلفى لديك، نعمة منه ليردك إلى بابه، لتقرع بكف الفقر والاضطرار باب الغنى وخزائن العطاء الموضوعة تحت وجود الانكسار والاضطرار. نعم. ثم قال المؤلف رضي الله عنه: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من لم يستطيع أن يرفع حاجة من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ نعم، الحمد لله. لم يحصل في هذا الشرح كلام على الحكمة التي قال فيها: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وكلام آخر الحكمة التي قبلها يشير إلى أن النسخة التي كانت بيد الشيخ علي ليس فيها هذه الحكمة، لأن كلامه يشير إلى هذا المعنى، وإن كان يمكن دخول معاني هذه الحكمة في التي بعدها أيضا وتتداخل في بعض المعاني والدلالات. فالحكمة هذه الأولى التي لا نرى عن ألفاظها شرحا موجودا، يقول فيها: كان الله ولا شيء معه، وهذا الذي نص عليه في الحديث نبينا، اللهم صل وسلم، نبينا المهذب المنجي لنا عن كل خبيث، نص في الحديث يأمرنا بالسعي الحثيث إلى إدراك رفيع وشرف معرفة الحق جل جلاله. وهذه المعارف رأس في جميع المعارف التي تقوم بها الأحوال الشريفة وتترتب عليها الأعمال الطيبة الصالحة. فكما أن كل وصف شريف لا يقوم إلا بمعرفة، كل المعارف
التي تتفرع عنها الصفات الشريفة والأحوال الرفيعة نتيجة لهذه المعرفة أو متفرعة عن هذه المعرفة، وهي معرفة الله تبارك وتعالى. كان الله في الأزل في القدم بلا أول، كان الله ولا شيء معه، لا عرش لا كرسي لا سماء لا أرض لا بحر لا جبل لا جنة لا نار لا ملك لا إنسي لا جني لا حشرة لا هواء لا ليل لا نهار لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء. الله أكبر، هذا الوجود الحق، هذا الوجود الحق. الموجودات هذه وجودها مستعار وقابل للإزالة، فلما الاغترار ولما الإعراض والإغفال والإهمال؟ كان الله ولا شيء معه، إنسي جني ملك أرض هواء شمس قمر كواكب نجوم عرش كرسي قلم لوح، ماشي ماشي ماشي، لا شيء لا شيء لا شيء، كان الله ولا شيء معه. وهكذا جاءنا في الحديث السابق، كان الله ولا شيء معه، في لفظ كان الله ولا شيء غيره، ولا شيء لا شيء. وهو الآن على ما عليه، كان الوجود الحق له، ولا وجود لسواه إلا ما كان بإيجاده. فوجود الموجودات مستعار مستحدث تحت حكمه وفي قبضته وتحت تدبيره وإرادته، أولهم وآخر. خلق النور أول ما خلق، ها كما جاء في حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، ودلت على أولية نور المحمدي عدد من الأحاديث غير حديث سيدنا جابر. وحديث سيدنا جابر جماعة من الأكابر من المحدثين والعارفين ذكروه في مسند عبد الرزاق، وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري. ثم أن هذا المسند للشيخ عبد الرزاق الذي أخذ عنه سيدنا الإمام الشافعي جاء إلى صنعاء من أجل عبد الرزاق، قلت نسخه، وعلى مدى القرون وتوالي الحروب والأوضاع قلت نسخه، ما بقيت منه إلا انتبه نسخ، فطبع منه من نسخة مفقود أولها وبعض المواضع فيها، فلم يوجد هذا الحديث المطبوع. وعلى ذلك طنطن من يطنطن من يرى أنه من أهل العلم الحديث، يقول لا وجود له ولا أصل له. ثم وجد في بعض النسخ المخطوطة الموثوقة الجزء الأول ووسطه هذا الحديث عن ثقات كلهم وسند صحيح، ها؟ ولذا قال الأشخر في شرحه على السيرة النبوية للحريضي هدل من حرض الحرضي اسمه من العامري بهجة المحافل، في شرحه على بهجة المحافل قال الإمام الأشخر وقد أخرج عبد الرزاقي بسند جيد. والأشهر ومن قبله ومن بعده ممن ينسبون هذا إلى مسند عبد الرزاق أهم خفيفين في الوزن أو قوم يتكلمون بغير بصيرة ومن غير اطلاع؟ حاشاهم عليهم رضوان. وهكذا فجاءنا حديث أنه سأل رسول الله ما أول شيء خلقه الله، أخبرني عن أول شيء خلقه الله عز وجل. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبي محمد، خلق النور
ومن هذا النور خلق العرش، خلق الكرسي، خلق الجنة، خلق النار، خلق الأرض، خلق السماء، خلق الملائكة، خلق، وتفرع الخلق منه القلم ومنه اللوح وما إلى ذلك. وأول ما خلق الله بعد هذا النور العرش والكرسي واللوح والقلم، قال للقلم اكتب في اللوح ما أريد أن يكون في خلقي هذا إلى يوم القيامة، فكتب ما أمره الحق بكتابته، من ذلك ما كتب الأمم عن الأمم وشؤونهم مع الحق جل جلاله. أمة آدم عليه السلام، من أطاع الله دخل الجنة ومن عصى أدخله النار، أمة رجاء على الأنبياء واحد واحد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاع الله ومن عصى الله قال الحق يا قلم، فاهتز القلم من هيبة الله، قل اكتب أمة مذنبة ورب غفور، مشيرا إلى ما وفر لهذه الأمة من أسباب المغفرة والرحمة. فالحمد لله جعلنا في أمة محمد، الحمد لله جعلنا في أمة محمد، ولنغنم هذه النعمة، الله يرزقنا اغتنامها. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، في أحديته وواحديته وفي عظمته وفي وجوده، وله الوجود الحق جل جلاله وتعالى في علاه، لا يزيد فيه شيء لا ينقص من شيء، الزيادة والنقص وصف الخلائق، الحركة والسكون وصف الخلائق، المكان والحاجة إلى المكان وصف الخلائق، الألوان وصف الخلائق، مخلوقات اللي خلقها لها ألوان. أما هو بذاته العلية فوق ذلك كله وأعلى من ذلك كله وأسمى من ذلك كله، ليس كمثله شيء، جميع الكائنات لا يشبهه منها شيء، ولا يحل منها فيه شيء، ولا يحل هو في شيء جل جلال. أمامنا مظاهر أفعاله الدالة على صفاته في عظمته وكبريائه، وأن للعقول أن تحيط بالأفعال فضلا عن الأسماء والصفات فضلا عن الذات. قال سيدنا أبو بكر الصديق لا يعرف الله إلا الله، فاتئدوا والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك أدراك. هذه المعارف تترتب عليها جميع المعارف التي تثمر الصفات الطيبة والأحوال الشريفة. معرفة الله، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، يحدث ويخلق ويدبر ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويضر وينفع ويقدم ويؤخر ويسعد ويشقي، تتغير الكائنات وهو لا يتغير. فالحمد لله القديم الأولي الآخر الباقي بلا تحول. التحول للأشياء علامة الحدوث وعلامة التسلط عليها وهذه الكائنات كلها، أما هو جل جلاله تعالى عن كل ما يتصور بالبال وعن كل ما يتخيل بالخيال، وحسبنا أن ندرك من معرفته عجزنا عن الإحاطة بأفعاله فضلا عن صفاته فضلا عن أسمائه فضلا عن ذاته العلية. فلهذا قال لا يعرف الله إلا الله، أي شيء معرفة؟ هذا المعرفة الإحاطة. أما المعرفة المطالب بها الخلق وخصوصا الملائكة والإنس والجن، معرفة خاصة في إدراك العظمة تنفك عنها بقية الكائنات، مع أن الكائنات حتى جماداتها معظمة لهذه الله مسبحة بحمده تعرف جلاله وكبرياءه. فقال لها أي للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مستدعا من خشية الله، وإن منها من الحجار لما يهبط من خشية الله، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده. لذا رأيت غضب الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، زعلان الهدهد، ما لها ولا بني آدم بعقولهم يقومون يعبدون غير هذا الإله غير هذا الخالق، شوف كيف عقل أحسن منهم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إيش بعده؟ وزين لهم الشيطان وعمل أعمالهم فصدهم
عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا كلام الهدهد. وإنت ما عندك غيرة الهدهد ولا عندك دعوة الهدهد، داعي إلى الله أحسن منك وغار على الدين أحسن منك، حتى ما تقع حتى مثل الهدهد يا مؤمن يا مسلم، غار على دين الله. وقال إيش العقول هذا، وإيش يسجدون لشمس، لا شمس ولا قمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن. قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالوا ما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حول تستمعون، قال ربكم رب أبائكم الأولين، قال إن رسولكم لشريكم المجنون، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بعدين شي عندك حجة، شي عندك قرقة، لو أني اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين، هذا حجة هذا، هذا علم هذا، والله بس عبدنا أنا ولا بسجنك، هذا أي من علم هذا، إيش من حجة هذه؟ حجة القطرسة اللي هي قائمة في زماننا كذلك، كما كانت قائمة عند فرعون وفراعنة كل زمان، هكذا يقول لأن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. وبعدين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، ليس كمثله. الله يرزقنا الإيمان، الله يرزقنا اليقين، الله يرزقنا المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. يقول فلا تتعدين همتك إلى غير، إيش تريد ومن أي شيء ترهب، لن يجيك المرهوب ولن يوصل إليك المطلوب أحد غيره. ومهما تخيلت وتوهمت فتتعب نفسك ثم تصادف مستقبلا ومآلا صعبا، فخير لك أصدق معه ولا تتعدى همتك، فإن في خزائنه ما لا ينفد وفوق كل مؤمل وأعظم من كل مرغوب. ولذا قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. هذا ربنا وربكم، ما أعظمه وما أجله وما أكرمه، وجعلنا في ذي الأمة ونتذاكر صفاته هذه العظيمة والشؤون التي يبديها في البرية الكبيرة. فينصح سيدنا ابن عطلة يقول لا تتعدين همتك لغيره، لا تظن أن ينفعك ويصونك ويبلغك مطلوبك ويحقق مصالحك لا دول ولا شعوب ولا أحزاب، إن كان تبغى شيء تعال عنده وعنده الخزائن، ولا تتعدى بهمتك لغيره، إلا روح وراء وهمك وخيالك وهم ما خلقوك ولا أوجدوك، وإذا مرضت ما قدروا أن يشفوك ولن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف عنك الموت؟ وسترجعون إلى هذا الإله وتخسر لما انصرفت عنه إلى من لا يملك لنفسه فضل عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لا تتعدين همتك إلى غيره، احذر أن تغرك نفسك وشيطان، فإن الله يفتن الخلق بالأسباب وظواهر القدرات على الماديات والصور، فلا تتأثر. عندنا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لما أرادوا إكراهه على أن يقول غير السنة فأبى، فأخذوا يضربونه بالسياط، ألموه وتابوه. جاء واحد سارق وكان في الحبس، جاء إلى عند أذنه يقول له يا أحمد أثبت، فإنهم ضربوني 100,000 صوت على أن أعترف، ما اعترفت لهم أنا على باطل، فكيف أنت على الحق والسنة؟ لا تحملنك ألام السياط على أن تقول غير الحق. قال فكلما ألمتني كانت ألام السياط أتذكر قول هذا. قال وكان الله أرسله إلي، فكان تدفع معي في قوة عزيمتي وإيماني. الله أكبر. قال حتى فكان يذكره بعد خروجي من السجن ويترحم عليه ويستغفر له عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال ما أنا على باطل، لكن عزة نفسي ما خلتنا اعترف، ضربونا لما شبعوا ولا اعترفت لهم، وانت على الحق لا تتأثر. كلموا في أذنه لما كانوا يضربون، و16 شهر أو 20 شهر وفي السجن وفتحت الضرب وخرج،
كان الإمام الشافعي قبلها بمدة رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يبشر أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه في بيصيبه. ولما أرسل رسول إليه يقول ذلك قال الله المستعان، فجاءت هذه البلوى فيما بعد وثبت عليها الرضوان. لا تتعدين همتك لغيره. فالآن آثار أحمد بن حنبل هي موجودة في عالم المسلمين، وإلا آثار اللي ضربوا وشي قدر له قائم في الدنيا قبل الآخرة الآن، ولا قدر الذين ضربوا ما يذكرهم أحد إلا وهو يحتقرهم وهو يعرف أنهم تعدوا طورهم وأنهم سيئين في المعامل، لكن ما يذكر أحمد إلا يعرف أنه عظيم وأنه كريم وأنه مستقيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا عاد نحن في الدنيا عاد الجزاء مقبل يا زبير، عاد الستائر ترتفع والأوهام تندفع والأهوية تنقمع، وترى عند الحكم من الفائز، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لا تتعدين همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الأمل، مهما كان عندك من أمل عنده أكمل وأفضل وأجزل وأكبر، فليش بتروح لعند حد تاني؟ أين تذهب؟ إلزم باب ربك واترك كل دون، قف على باب ما يقلده يا سعد قالد، باب مولاك لي منه ورود الفوائد. الله أكبر، لم أزل بالباب واقف، فرح من ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي. لا تتعدين همتك إلى غيره، فالكريم ولا تتخطاه الأمال، الكريم الله الذي يعطي من لم يرجو نفعه ولا خافوا شره. هذا الكرم بهذا المعنى له وحده، بس 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 فقط، ما حد كريم بهذا المعنى غيره. أي كريم أعطاك أنت ما يرجو منك نفع ولا يرجو منك ضر. لو فرضنا إنسان مخلص صادق بغى له أجر، بغى له رضوان، بغى له قربة، شفت الله يبغى محتاج طيب مقابل مهما كان، وإن كان ما لا 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 نريد منكم جزاء ولا صح منك أنت تعالى وسمع، لكنه إننا نخاف من ربنا يوم نعبوزة قبضي فوقهم الله شهدك وجزاهم بمصر بجنة حريرة. تكين فلك الأولى في شمسا لازم داني يعملوا أعطاهم، شفت حصلوا ما حصلوا في كل شيء مقابل، إلا هو يعطيه من يعطيه، ما حد يعطيه ولا هو ولا يخاف من أحد ولا يرجو من أحد شيء، وهو يعرف هذا الكرم بهذا المعنى له وحده، ما حد كريم إلا هو. بعد ذلك أعلى الخلق كرم من يعطي لأجله هو وحده، لأجل الكريم الكبير، ولا مترقم في ذروة هذا المعنى مثل محمد يؤتي، ولا هو منتظر من أحد جزاء ولا شكور من قريب ولا من بعيد، ويعرف قصد هذا الوجه، فهو أعرف الخلق به، يعرف كيف يقصد وكيف يرغب فيه وكيف يتبلل لجلال. هذا هو الأكرم الخلق، أكرمه. ولهذا كان من هو أتقى للرب أكرم من غيره، إن أكرمكم عند الله، لأنه قريب من هذا الدواء. إذا قال أو فعل ما يرجو غير الله، وما وإذا اسمه خافك ورجاك ما يحمله خوف ورجاء برجاء أن يضر ولا أن يكذب ولا أن يغش ولا أن يغل أبدا. هؤلاء أكرم الخلق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكريم هو الذي يعطي من لم يرجو نفعه ولا يخاف شره ولا يبالي بمن أعطى ولا بما أعطى. الله أكبر، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. الكريم الذي يغفر ولا هو مبالي، له الحمد. قال لثبوت غناه عن إيصال المنافع إليه. هو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني. والغني بهذا المعنى ليس غيره قط، ولا سيدنا جبريل ولا سيدنا مكيل ولا ملوك الأرض ولا ممالك الجن، ما أحد منهم غني بهذا المعنى، ولا واحد غني. أغناهم
من يذهب إلى السجن محتاج حتى إلى البولة، لو امتسكت عليها البلوة بولة تغلق نهمته وهمته وملكه كله يكمل، مشان بولة بس. محتاجين مساكين وما يتنفسون الهواء، محتاجين للهواء، ولا مسكين أكسجين يخف عليه، إذا جو حلل وطلع الأكسجين ناقص عندهم يقولوا جيبوا له تنفسات. محتاجون. الغني بهذا المعنى واحد هو الله، هو الله، كل ما عداه محتاج له، وهو الغني عن كل شيء جل جلاله. فأغنى الخلق بعد ذلك من تولاه هذا الغني برعفته ورحمته وإرادته. والله الله 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 الله. وإنما يتولى من اضطر إليه وافتقر إليه، فعلى قدر افتقارك يكون حقيقة غناك. الله. على قدر افتقارك إليه يكون مقدار غناك عن من سواه، وكلما نقص افتقارك إليه قوي افتقارك وقام افتقارك إلى من عداه، وإذا افتقرت إلى من عداه استعبدك واستخدمك، أما هو ما يرجو منك شيء جل جلاله. قال: لثبوت غنى عن إيصال المنافع إليه وتعاليه وتساميه ورفعته عن أن يدرك له، أن يدرك كنه سواه، أي حقيقته جل جلاله ما يدرك كنه سواه، أو أن يثنى عليه حق ثناء إلا إياه. يثني عليه، ما حد يقدر يثني عليه حق ثناء إلا هو. قال: سيد من أثنى على الله وأكبر الخلق ثناء على الله. اللهم صل عليه. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على، فما حد يقدر يثني عليه، فهو بغى من حد شيء، ولا يقدر حد يثني عليه كما هو أهله إلا هو بنفسه جل جلاله، غيره ما يقدر. أنت كما أثنيت على نفسك فهو الكريم المفضل الذي لا تتخطاه الأمال ولم تعتره مغيرات الأحوال. فحيث علمت أن ربك كذلك، أنه كذلك، فلا ينبغي لك أن تتعدى وتتجاوز بهمتك في حوائجك إلى سواه. ثق بمولاك في جميع الأمور واحسب الخلق كلهم في القبور، لأنه بيرجعوا القبور خلاص، اللي بيرجع إلى القبر في القبر. شوف الحي الذي لا يموت إذا تمسك به. الله 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 الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وما كان سخي وكريم أول مرة وثاني مرة وثالث مرة مرة بتقول إلى متى؟ اللي يروح لعند رب يقول فكوا عليه من هذا بعد ومن قد. لكن ربك يحب الملحين، تلح تلح مرحبا تفضل خذ يريد لحم خذ يريد الحح خذ أكثر. يحب الملحين في الدعاء جل جلال، فهو الكريم حقا. يقول: فلا ينبغي أن تتعدى بهمتك في حوائجك إلى سواه، ولا تقصص مهماتك إلا إياه، فلا لغيره حقيقة وجود في ذاته وصفاته، ليس لغيره حقيقة وجود في ذاته وصفاته، كلها مكونة مستحدثة بتكوينه وإحداثه جل جلاله، كلها من دون استثناء. التقلبات اللي نمر بها في الحياة وتطورات تطورنا من نطفة إلى علقة إلى مضغة، تقديره تدبيره تصير. إذن ما هناك شيء لغيره أصلا عدا الوهم والخيال والاغترار بمظاهر الأسباب. نعم. يقول: فضلا عن أن يكون عنده ما تطلب غيره ماله حقيقة وجود، فضلا عن أن يكون عنده تربية طلبك وتحقيق قصدك ولديه ما تقصد، فربك هذا العظيم لا يرضاك تقصد غيره. قلنا: خلقتك وزقتك وبيدي أمرك وتروح لعند غيري، إيش بيعمل لك غيري؟ أيوة. ولا تعرض عن معروفه وخيره، لا تعرض عن معروفه وخيره. كيف هو قد علمك ذلك وقال لك اسألني أجبك، ادعني استجب لك، استغفر لي أغفر لك،
رجني ويحقق رجاك، خفني وأمنك. وادي بتروح فين؟ تروح لعند غيره، من يعطيك كما هذا؟ لا أحد بيقدر يغفر لك، ولا أحد بيقدر يدخلك الجنة، ولا أحد بيقدر يحسن خدمتك إلا هو. ليه تروح لعند غيره؟ بيده أمر كله، يقول ودلك على فضله ونبهك على ما عنده من عظيم. قال والله ذو الفضل له العظيم، دلك على أنك لا يوحشنك عظيم جرمك لا ينبغي وكثير ذنبك، إذا قدر عفا وإذا اعتذر إليه قبيل وما استقصى. ولهذا يقولهم قالوا يجزون أحسن ما كانوا يعملون، ولا يجزين مجرهم بإيش؟ بأحسن ما كانوا يعملون. ولما هو أحسن ما عاد يفتش، ما سكت، شوف الأحسن وأعطوا جزاء خلاص. الله، حتى من معانيها قال بعضها للتفسير يقول للملائكة انظروا إلى أعظم حسنة لعبدي هذا ضعفتها أكبر مضاعفة، ما هي؟ يقولون يا رب الحسنة الفلانية قبلتها وضعفتها مضاعفات، يقول اجعلوا جميع حسناته مثلها خلاص. هذا يجزم أحسن ما كانوا يعملون. يا سلام، ولي ما هو أحسن؟ ما عاد يقول له كذا ولا كذا، لا إله إلا هو، يا معجبه يا ما أعظم فضله. قال وما استقصى، قال ادعوني أستجب لكم وأسأل الله من فضله، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. واحد يعاملك ذي المعاملة يقول لك شوف هذا عندي كله بعضيك، ليش تروح عند غيره؟ مالك أنت؟ ليه تقصر في التوبة إليه والرجوع إليه بسرعة؟ شو بيعطيك إيش وبيعمل لك إيش؟ ومن يعاملك مثل هذه المعاملة غيره؟ من لطفه بعبده جعل لي عبادي من كل اسم من أسماء وخلق، وهذا الذي يطلقون عليه على سبيل المجاز التخلق بأخلاق الله تعالى عند المؤمن، فلكل وصف من أوصاف الله معنى لائق بالمخلوق العبد يتخلق به غير وصف الله تعالى لكنه مناسب للفظ الاسم أو الصفة منه هذا الكريم. فالحمد لله قل من تجد من أهل دائرة السلام لم يتخلق بواحد من أسمائه تعالى في شيء، يا رحيم يا كريم يا حليم يا غفور يا مسامح، يا أي وصف من أوصاف من أسماء الحق يكون غالب عليه كل المسلمين فيه شيء، إما في ذا في ذا. طيب، فلك من اسمه الكريم أن تكرم نفسك، كن كريم وأنت تكرم نفسك بصونها عن رذائل أخلاقها، لا توسخها لا ترمي بها في القاذورات، اكرمها تكرمها بالتقوى إن أكرمكم عند الله الله أكبر، تتكرم على كل عضو من أعضائك بإحياء بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله زلفة، تكرم على عينك النظر في المصحف، النظر للمؤمنين بعين الرحمة والتعظيم، النظر لوجوه الصلحاء عين الكبار والإجلال، النظر للملك والملكوت بعين الاعتبار والادكار، اكرم عينك لا توسخها لا تنزل تهبط بها، تنظر بعين احتقار بعين استحسان لزخرف الدنيا بعين تعظيم لكافر إلى عورة إلى شيء حرم، اكرم عينك اكرم عينك اكرم يدك، لا تأكل بها إلا حلال، لا تضرب بها مسلم، تصدق بها، ارفعها في الدعاء خاضع خاشع، اكرم يدك اكرم أذنك اسمع كلامه بها. كلامه اسمع أذنك تسمع كلامه، إيش الكرامة هذه؟ إيش الكرامة هذه؟ أذنك تسمع كلام الرب، اسمع كلامه واسمع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تستمع إلى حديث قومهم الكرم، لا تستمع إلى آلات المحرمة، لا تستمع صوت الغيبة، أكرم أكرم أذنك، أكرم لسانك، أكرم فرجك، أكرم بطنك، أكرم رجلك، أكرم أعضائك، نصيبك من اسمه الكريم جل جلاله الله أكبر. ولي في ذلك إن كنت ترجو لديه الفضل والأمل فلا تعداه للأسباب والحيل، إن الكريم إذا ما نيل لم ينل يعطى
يعطي ويغضي عن الإجرام والزلل. الله أكبر. أو لم يزل، إن الكريم إذا من إلى لم يزل يعطي ويفضي عن الإجرام والزلل في نسخة، أو قال الأقرب أو لم يزلي، إن الكريم إذا من إلى لم يزلي يعطي ويفضي ويغضي عن الإجرام والزلل. فكيف تعرفه يوما وتبتذل إلى الخلائق أو تلجأ إلى العلل؟ فلما كان هو الذي يورد الحاجات عليك كما أنه يهدي الزلفى لديك نعمة منه ليردك إلى بابه لتقرع بكف الفقر والاضطرار باب الغنى وخزائن العطاء الموضوعة تحت وجه الانكسار والاضطرار. قال المؤلف رحمه الله، قرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وعنا بكم. قال المؤلف رحمه الله: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ الرفع هو الطلب وعقوف الهمة على باب المرفوع إليه، إما في رفع نازلة في الحال أو خوفا منها في المآل أو إرادة عطية أو دفع بلية. فإذا علمت ذلك وأعطى نور التوحيد أن لا فاعل إلا الله، علمت أن وجود المنافع ودفع المضار آثار لمؤثرات، وتلك المؤثرات إما من مظاهر الأفعال الظاهر آثارها في ظواهر الأعمال والأقوال، وإما من آثار تجلي الصفات التي تظهر آثارها في الملكوتيات والمقامات الأخرويات. وإذا تحققت بأن لا فاعل ولا مؤثر ولا محرك ولا مسكن ولا نافع ولا ضار ولا واضع ولا رافع إلا الله، ولا موصوف بصفات الكمال ولا ظاهر بالجمال والجلال إلا الله، علمت يقينا أنه لا يرفع ما نزل بك سواه، وعلمت أن غيرك مثلك في عجزه عن رفع ما أنزله أو تبديل ما قدره، فما جاز عليك جاز على غيرك. فإذا لم تقدر على رفع ما نزل بك فغيرك أعجز. كيف تنزل الحوائج أو ترفع المطالب إلى غيره؟ أم كيف يجمل بك أن تمضي مطايا الطلب إلى سواه وقد علمت فقر غيره وثبوت غناه وعجز غيره وثبوت عزه واقتداره؟ أم كيف تنتصر بمن هو مفتقر في وجود غناه؟ يا عجبا، أترى يرفع غيره ما أنزله أو يطلب من سواه من ما لا يوجد إلا في خزائنه؟ أترى لغيره من القدرة ما ليس له؟ أو يوجد معه من هو هالك في وجوده وغائب في شهوده؟ ويكفيك من العتب أن أثبت ويكفيك من العتب أن أثبتت الباطل مع الحق، فكيف وقد أثبتت الباطل وآمنت به وكفرت الحق أي سترته؟ قال الله: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويمكن أن تكون يكفيك من العيب هذا وكتب من العتاب. طيب. ومن أخسر حالا وأخيب سؤالا ممن رفع حوائجه بمن هو غافل عن دعائه ومتبرع عن ولائه. فإذا كانت الأمور صادرة عنه وقد علمت كمال علمه وغناه ونفوذ حكمه وأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، فكيف تراك تقصد غيره وهو لا يرضى ذلك لك؟ أليس في ذلك غاية الجفاء وعدم الإنصاف وترك الوفاء وترك المبالاة بالجناب الإلهي؟ فما ترجع إلى بابه إلا وقد حاولت كل حيلة وتلوذت بكل وسيلة. بعده. أترى للوسائل من جلب النفع ودفع الضر ما ليس له؟ أم تراه لا يسمع نداءك ويعلم ضراءك إلا بتذكير المذكرين؟ كيف وهو الذي نصب الدلائل وأبان الوسائل؟ هذا العتب إذا غفلت عنه وتعلقت بسواه ولم تشهد سر الله في الوسائط والوسائل، وإلا إذا كنت لذلك شاهدا وله في الأمور ذاكرا فلا حرج أن تتوسل إليه بوسائله وتتضرع إليه بأصفيائه وخواص أوليائه وشعائره. وما احترم لحرمته فهو الذي نصب الأسباب وعرفك الأبواب فقال: وأتوا البيوت من أبوابها، فسماه برا.
وقد علمت ما أمرك الله أن تتشفع إليه وتدعوه به من أسمائه، وما عرفك في كتابه إذ قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ثبت أن شفاعة الأنبياء والعلماء كل على حسب جاهه عنده، لكن بعد الإذن في ذلك فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأحقهم بذلك المقام أخشاهم له، فقال: وهم من خشيته مشفقون. ولي في ذلك: يا طالب النجح في الحاجات والظفر، أقصد هديت إلى ذي الجود والكرم، كن عاكف الهم في الحالات بالنظر إلى الذي خيره جم الندى عمم. وأصل الاعتماد على الله حسن الظن بالله، وأصل الاعتماد على غير الله سوء الظن بالله أعاذنا الله منه. وحسن ظنك به يلزمك إن لم تحسن ظنك به لكونه أهل الفضل ولأوصافه العلا ونعوته الفضلى، فلما يصل إليك من الآلاء والإحسان وعظيم الامتنان، فذلك ملازمك على ممر الأزمان. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا، وهل أسدى إليك إلا مننا. جل جلاله وتعالى في علاه قال: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك. قال: الرفع هو الطلب بعكوف الهمة على باب المرفوع إليه، إما في رفع نازلة أو خوفا منها في المآل المستقبل، أو إرادة عطية أو دفع بلية. الله الله. يقول: إذا علمت ذلك وأعطى نور التوحيد، أي أعطى فهمك وعقلك وإدراكك ألا فاعل إلا الله، علمت أن وجود المنافع ودفع المضار آثار لمؤثرات، والمؤثرات إما من مظاهر الأفعال الظاهر آثارها في ظواهر الأعمال والأقوال، وإما من آثار تجلي الصفات التي تظهر آثارها في الملكوتيات والمقامات الأخرويات. والناس في هذا العالم يرون حصول آثار كثيرة، بعضها بسبب أن هذا دق ذا، أو ذا اصطدم بذا، أو ذا أعطى ذا، أو ذا اتصل بذا، وبعضها ما أدري إيش حصل، يقول ما أدري كيف، فجأة في مختلف الأحوال، وعند الصغار وعند الكبار، وعند اللي عندهم آلات التنصت، واللي عندهم ماله، بعدين يقول مديش فجأة حصل، مديش فجأة حصل. يجيب حتى في بعض الأجهزة الحديثة حقهم يقول مديش فيروس جاء مدري ايش، ها، وفي اختراق حصل من الدمفين. الله الله، ايش فجأة ذا؟ مش فجأة، منين جاء ذا؟ أظهر لك سببه، وهذا كان المسبب من ورائه من دون أن يظهر لك السبب. وأمور أخرى معنوية روحانية ما تجد لها سبب ظاهر، وأحيانا حتى في حال الإنسان العادي يحس بفرح ما هو داري ليش، يحس حزن ضيق من إيش أنت ضيق؟ ما نداري، ما نداري، كيف ما نداري؟ إيش اللي جاك؟ وكل هذا مظاهر أهل الغفلة عن الله تعالى، متصلون به أمورهم مرتبة من جهته يدبر لهم حسن. لا إله إلا هو. طيب يقول بعدين: إذا تحققت ألا فاعل ولا مؤثر ولا محرك ولا مسكن ولا نافع ولا ضار ولا واضع ولا رافع إلا الله، ولا موصوف بصفات الكمال على الإطلاق ولا ضار بالجمال إلا الله، علمت يقينا أنه لا يرفع ما بك سواه، ما يرفع ما نزل بك سواه. ولو كان رمد في عينك، ولو كان ألم في بطنك، أو لو كان طنين في أذنك، ما بيرفع إلا هو، بسبب بغير سبب، بذا أو بذاك. وإذا ما أراد رفعه هات أسباب العالم كله. بعدين يقول في بعض الحالات: عجزنا، الطب وقف هنا. يقول له: طب وقف، هي وقف ذا، يقول وقف، ما نعرف، ماشي عندنا وراء هذا شيء. ومن ثم تقدم متطور يا أخي، تحرك، تحرك إيش؟
وهو يصيبه بنفسه مسكين المرض ولا إلا ولا يتحرك وبعدين يقع لا إله إلا الله. إذن لا يرفع السوء له. قالوا ومن أذكار الصالحين التي يفترقون عليها يقول بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمتين من الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بما أتاك من قوة هذه تظن أنه لو وقعت ذرة في رجلك تدفعها بقوتك، إذا لم يريد دفعها هات قوتك وقوة من غيرك ما تندفع. ها؟ فأنت تقول كذا رحت محل ثاني تقول كذا وما تكمل اللي قدر لها من قبضتك وبعدين تخرج، وانت قلت كذا وهزيت رجلك ما طارت ما خرجت، دقيت الأرض بقوة وبعدين عالقة فيك لما يخرجها هو ويأذن في تخرج بأي سبب ظاهر لك أو غير ظاهر يخرجها يخرجها، ما يريد تخرج ما تخرج. حشرة صغيرة دخلت في أنف النمرود ولا أحد قدر يخرجها، ملك عنده وأنا أحيي وأميت، هي موت الحشرة ذي جاب أدمي قتلوا قدام سيدنا إبراهيم، الحين حشرة صغيرة ما قدر يقتلها وجع شديد في رأسه يضربون رأسه من شان يسكن الوجع النمرود وروح فيها. سبحان الخالق القوي، بدل أن أحيى وأميت هي حشرة صغيرة ما قدر يخرجها ما قدر يموتها حتى يخرجها حية، بس خرجها من وسط أنفك ما عاد قدر. لا إله إلا الله. إذن لا فاعل له، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ما يفتح الله لناس من رحمة فلا يمسك وما يمسك فمسلهم من بعده. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ارزقنا صدق التوكل عليك يا رب، لأن مطالب في اجتماعاتنا وجلساتنا الحاضرين ومن يسمع، ولكن ما تتحقق إلا بك، وعليك توكلنا في إنجاحها وإنجازها من خيرات الدنيا والآخرة، فعليك التوكل وعليك الاعتماد وعليك الاستناد، فحقق لنا فوق ما رجونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول وعلمت يقينا لا يرفع من نزل بك سواه، وعلمت أن غيرك مثلك في عجزه عن رفع ما أنزله أو تبديل ما قدره، فما جاز عليك جاز على غيرك خلق مثلك، فإذا لم تقدر على رفع ما نزل بك أنت نفسك وغيرك أعجز. أنت بنفسك ما تقدر وغيرك أعجز كذلك، كيف تنزل الحوائج وترفع المطالب إلى غيره، أم كيف يجمل بك أن تنضي مطايا الطلب، يعني تجد وتجتهد في الوجه والطلب فلان بن فلان فلتان بن فلتان والهيئة الفلانية بنهم وشوب واهتمام تعظيم تنضي المطالب مطايا الطلب إلى سواه، وقد علمت فقر غيره وثبوت غناه جل جلاله وعجز غيره وثبوت عزه واقتداره، أم كيف تنتصر بمن هو مفتقر في وجود غناه، مفتقر في وجود غناه. قال غني بمال هو مفتقر لذلك المال، وإذا هلك المال مسكين ما عنده. عجيب، غني بسلطة هو فقير تلك السلطة، شوية انقلاب من تحت ولا مدري، قالوا حد حبسه وحد حكمه وحد قتله لا حول ولا قوة. الغني منهم في غناه فقير، الغناء له وحده تعالى فقط. وأنت تنتصر بمن هو مفتقر في وجود غناه، يا عجبان، وترى يرفع غيره ما أنزله أو ينزل غيره ما رفع أو يطلب من سواه ما لا يوجد إلا في خزائنه، أترى لغير من القدرة ما ليس له حاشا الله، أو يوجد معه من هو هالك في وجوده وغائب في شهوده،
كل شيء هالك إلا وجهه. يكفيك أن تعاتب بهذا العتب، تثبت باطل ما حق، ما تستحي. أثبتت الباطل وأمنت به وكفرت الحق، يعني سترته، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن أخسر حالا وأخيب سؤالا ممن رفع حوائجه بمن هو غافل عن دعائه ومتبرع عن ولائه. لا إله إلا الله، وهم عن دعائهم غافلون. فإذا كانت الأمور صادرة عنه وقد علمت كمال علمه وغناه ونفوذ حكمه وأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، فكيف تراك تقصد غيره وهو لا يرضى ذلك لك؟ قال لك أكرم نفسك واقصد الفعال القادر، اقصدني أنا، لا تذل نفسك وتقصد غيري، أليس في ذلك غاية الجفاء وعدم الإنصاف وترك الوفاء وترك المبالاة بالجناب الإلهي؟ هذا كله عتاب عليك لما تستند إلى غيره، لما تعتمد على سواه، هذا تعاتب بهذه الحقائق. أترى للوسائل من جلب النفع ودفع الضر ما ليس له؟ أم تراه لا يسمع نداءك ويعلم ضراك إلا بتذكير المذكرين؟ كيف وهو الذي نصب الدلائل وبين وسائل وأن أسروا قولكم واجهروا بينه عليم بذات الصدور؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلاء ورسلنا لديهم يكتبون؟ هذا العتب إذا غفلت عنه وتعلقت بسواه ولم تشهد سر الله في البسائط والوسائل، وإلا إذا كنت لذلك شاهدا له في الأمور ذاكرا فلا حرج أن تتوسل إليه بالوسائل التي شرعها وأحبها منك، تتضرع إليه بأصفيائه وخواصه أوليائه. لهذا أهل القيامة عند اشتداد الأمر عليهم يلوذون بآدم، في لفظ في البخاري يستغاثوا بآدم، في لفظ لاذوا، في لفظ توسلوا، وكلها معناها واحد، استغاثوا بآدم راعوا عند آدم وآدم يحولهم على واحد ثاني. ما واحد من هؤلاء الأنبياء يقول يا جماعة لا تسألوا إلا الله، وهم يسألون الله لكنهم طالبين وسيلة إلى الرب، وهم سألوا غيرهم، هم يطلبون لكنه بغوا وسيلة إليه يخاطبوا فيهم، فكل واحد من الأنبياء يحول على الثاني. فهل يحتاج الأنبياء إلى واحد متخرج من مدرسة مدرفين يعلمه التوحيد، يعلم الأنبياء التوحيد، يقول لهم كل الناس روح لعند فلان لعند فلان، قلوا روح لعند ربك يا أخي، هذا فلان وفلان ما قصد إلا من أجل الله ولأن الله يحبه، فجيء إليه تذللا لله وخضوعا لما أبدأ من سر محبته له. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اذهبوا إلى نوح، سيدنا نوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، شوفوا وسيلة عند إبراهيم هناك يكلم ربكم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد، وسيدنا محمد يقول أنا لها. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. شفت قال وخوص وشعائره وما احترم لحرمته، فهو الذي نصب الأسباب وعرفك الأبواب، فعرف من الأسباب يروي ظمأك هو بواسطة تناول الماء، ولا تعرف من الأسباب أنه يستجيب دعاك بواسطة محبوب عنده، ما تعرف هذا ماذا وعد. ولو اعتقدت في أن هذا الماء بنفسه يرويني لأشركت بربي، حاشا الله، ما بنفسه يرويني، يخلق الله الرية عند تناول، لما أتناول الله جعل هذه المادة عند تناول الحيوان لها يخلق الري، ولو جعله في مادة ثانية بيكون في مادة ثانية، ولكن الله رتبه. ومن اللي رتبه؟ ما أحد من الدول حقهم رتبه، ولا من الأصنام حقهم، الله رتب ذلك، الله رتب ذلك، جعلك محتاج إلى الماء وجعلنا من الماء كل شيء، يعني الله قال نحن جعلنا في أحد منكم رتب هذا، قال أنا رتبت هذا، وبعدين الترتيب ترتيبه. فلا يمكن تقول خلاص ما دام الماء ما يروي بنفسه ما عاد بأشرب، وهو اللي رتب الريب على هذا، وانت بتتحدى تسبيبه للأسباب دي. لا ولا تقول هذا الماء يرويني بنفسه، وإذا اعتقدت ذلك هذا تناقض مع حقيقة الإيمان،
ما يروي بنفسه. قال واحد سيدنا الحسين لما في المعركة ضموا الماء عندهم قال للحسين ما عندكم الماء في جهتنا ولن نعطيكم ما حتى تموتوا عطشا. قال سيدنا الحسين اللهم أميته عطشا. عطش الرجل عطشي يشرب يزداد عطش ما عاد نفعه الماء. ما خلق الله الري يشرب الماء والماء بيخرج من بطنه من كثرته وهو يقول عطشان مات ما نفعه الماء. ما هو الماء اللي يروي الله يروي لكن رتب هذا السبب. سيدنا إبراهيم دخلوا وسط النار وما احترق لو كان النار بنفسها تحرق روح سيدنا إبراهيم وهو جسد ولا لا ما تحرق بنفسها حاشا الله. قلنا يا نار كوني بردا السلام عليكم إذن ما هو النار تحرق والله وش قدرها مسكينة. الله يخلق عند ملامستها للأجساد معينة ومواد معينة لإحراق الله يخلق ورتب ذلك هو جل جلاله. إذا كان يستشهد به استجابة الله لدعوة الصالحين حي بن عبد القادر السقافري رحمة الله يقول كان والدي عند واحد من أهل الخير والمحبة من سيون يشتغل في الغاز هذا والمواد مشتعلة معه مخزن يخزن فيه هذه الأشياء. قال جاي لعنده كان مدعو يتغدى عنده قالوا جاء له خبر يقول له أن النار لهبت في حقك المستودع انزعج هم الغدا قالوا والدي الحمد لله فين تبغى قالوا لنا أنه حريق في حقنا المخزن وصوى حبيبه هذا الحريق غاز يشتغل. قال لا ما في حرق والله ونحن عندك قعد محلك تغد معنا. هو قال كذا وهناك انطفت النار تغدى وراح حصل ما في شيء الجزء الأول بسيط والنار وقفت هناك معه. فكان يقول حبيبي قدرة الله واستجابته ولكل واحد قال يقدر يقول هذه الكلمة وهل إذا قالها بتتوقف النار وبتنطفي. لكن الله جل جلاله الله بالمقربين النار ما تحترق بنفسها تحرق بنفسها. الله إذا أراد واحد محبوب عنده قال النار ما تحترق نحن عندك عيب وبيقع في وسط نأكل غداك ويحرق الله مخزنك. هو ما نطق بالكلمة لو النار هناك انطفت وقعد الرجال يتغدى مبسوط ما بو شيء راح بعدين تأكد حصل الأمر كما قال سيد ما هناك شيء. وهكذا سيدنا أبو مسلم الخولاني وسط صنعاء يجي له الأسود العنسي ويقول تؤمن بي أني الرسول. قال ما أسمع تقول. قال محمد تقول نعم محمد رسول الله أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت أشهد أني رسول. قال ما أسمع كلامه. قال احرقوا جابوا النار دخلوا دخل تربع في النار جلس ما أصابوا شيء منها ولا أن انطفت النار وخرجوا حتى ثيابه سالمة ما أبوا شيء. قالوا بعيد الرجال ذا من مملكتك ولا بيفسد الناس عليك مر يخرج راح نحو المدينة المنورة أيام خلافة سيدنا أبو بكر. وتواصلت الأخبار أنه أبو الأسود أن الأسود العنزي حرق واحد من الخيار وما أصابته النار. صادف عند دخوله المدينة سيدنا عمر قال له من أين الرجل؟ قال من اليمن. قال ما خبر أبي مسلم الخولاني؟ هو بنفسه ما يعرفه. كان بلغنا أن الأسود أدخله النار فلم تحرقه كان ذلك. قال نعم. قال أين هو؟ قال هو ذا أنت فقام اعتنقوا سيدنا عمر ضم ودخلوا معي إلى المسجد أجلسوا بينه وبين أبي بكر الصديق. والحمد لله الذي أراني في أمة محمد من جعل الله عليه النار بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. فلا ننكر الأسباب ولا نبطلها لأننا لسنا الذين وضعناها هو الذي وضعها ولا نعتمد عليها ولا نظن أنها فعالة بذاتها ونحن نؤمن بأنه هو الذي وضعها ويخلفها متى شاء جل جلاله وتعالى في علاه. فلا ننقض حكمته ولا ننكر قدرته ولا نيأس من رحمته وإذا أصابتنا الشدة فهو لنا وعند ذلك في طمأنينتنا تستوي الأحوال شدة ورخاء وقربا وبعدا ومحبة وبغضا يستوي عند التجائنا إليه أنه هو الذي لا يكون إلا ما قدره
هو المتولي وهكذا. احتاجوا مرة من حاجة واحد عنده مسؤولية لما كنا في البيضة، وهذا كان لوالده محبة للصالحين واتجاه في الخير. بعدين جالس هذا الولد اللي هو مسؤول بعد بعض الجلسة بغضوا إليه الأخيار والصالحين، وبعدين بعضهم له حاجة من وجاءوا للحب محمد الهدار يقول بحاجة هذا فيها مصلحة للناس في البلد، لكن عند فلان يعني فلان لن يبغض العلماء يبغض غير ما عاد يحبهم. قال لي إذا في مصلحة للناس هاتوا نكتب لي، ما هو اللي بس لها إنه مبغض إنه محب كله سواء، إن الله أراد على يده تنقذي بتنقذي إن كان محب إن كان مبغض، وإذا ما أراد الله ما تنقذي ما بتنقذي إنه مبغض وإنه محب. كتب من جم وصل قال طيب نفذ. وذول ما يتعجبون، لكن من أول ما قالوا شيء قال إذا فيها مصلحة للناس حتى بنكتب إليه، وهو الله إن أراد قضاها سواء هذا يحبنا ولا يبغضنا، وإما أراد ما بتنقضي ولو كان أكبر محب جل جلاله. وهكذا دخل بعض الأخيار مرة عند بعض المسؤولين ويريد يقع له على حاجة رفض خرج، هو خارج عند الباب قال نشوف الحارس يسمع يقول يوم ما أردت أنت الرجال ما رضي، يقول يخاطب ربه ولو كان أنت مدري إيش حرك قلبه ذاك. قال قل له فلان رجع رجع وقع له قال خذ خرج شوف يوم رضيت كيف صلحت، هو اللي ردنا هذا الحين اللي ردنا نمر عند حدود بعض الدول وبعدين تنفر على واحد وردوه وقالوا له ليش بعدين حصل لهم حتى في حقهم الكمبيوتر، قالوا ردوا الرجال ذاك خلوه يجي تعال وصه وقفاه بدل هو ما كان يردونه راحوا يدوروا له يقول ختموا في الجواز حقوا له امشي. وبعدين والأمر لمن؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، تسليطات يسلطها على القلوب هركذا هركذا هركذا. فيا ما أحسن حال المعتمد عليه والمستند إليه جل جلاله. لا ومن أخسر حالا وأخيب سؤالا ممن رفع وجهه إلى غيره، يقول هذا العتب إذا غفلت عنه تعالى كده بسؤال لم تشهد سر الله في الوسائط والوسائل، فيقول واتوا البيوت من أبوابها، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها، قال عدوا من البر. طيب بعدين علمك ما أمرك أن تتشفع إليه في حوائجه تدعو به أسماء الحسنى، الله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى أن تجعلنا من الصالحين والهداة المهتدين وأهل اليقين وعزيمة الصبر في عافية. وثبت أن شفاعة الأنبياء والعلماء كلنا على حسب جاهه عنده، لكن بعد الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أحقهم بذلك المقام أخشاهم وهم من خشيته مشفقون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يا طالب النجح في الحاجات والضفر يقصد هديت إلى ذي الجود والكرم، كن عاكف الهم في الحالات بالنظر إلى الذي خيره جم الندى عممي، وأصل الاعتماد على الله حسن الظن بالله. سبب الاعتماد على غير الله سوء الظن بالله، أعاذنا الله من ذلك. وحسن ظنك به يلزمك، إن لم تحسن ظنك به لكون أهل الفضل يلزمك، إن لم تحسن لكون أهل الفضل ولأوصاف العلاء ونعود الفضل فأنت من يغذيك ويربيك من أيام كنت في بطن أمك، وحين عمرك كم وكل عمر هذا ما قطع رزقه عليك وقطع فطرك ولا قطع الهواء اللي تستنشقه عليك ولا سلط عليك مفترس يفترزك ولا سلط عليك، وفي كل يوم كم أنفاس لك ولك في كل نفس كم نعم، الدورة الدموية حقك ما توقف طول السنين دي اللي أنت تعيشها، وبصرك معك وسمعك معك، وش ذا الإحسان ذا كله؟ كان تحسن ظنك به حتى من الأشياء اللي واقع فيك أنت واصل إليك، وكم مرة عصيته وكم مرة خلفته ولا نزع منك البصر ولا نزع منك السمع ولا فضحك بين الخلق، وذا الإحسان ذا كله منه عادك ما تحسن الظن به؟ تحسن ظن بواحد
لو حس منك قليل انك تخلفه ولا من وراء تصلح شيء بينقلب عليك انقلابه، ان قدر يسجنك بيسجنك، وان قدر يخرجك من الوظيفه بيخرجك، وتعمل هذه الاشياء كلها مع رب العظيم هذا ويسترك ويواصل فضله عليك، كيف ما تحسن الظن به؟ لا إله إلا الله. إذا ما عاد عرفت عظمته وصفاته وعرف الإحسان اللي حاصل فيك منه، كم سترك، كم عافاك، كم دفع عنك مصيبة، كم كشف عنك ضر، كم وكم، له الحمد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما يصل إليك من الآلاء والإحسان العظيم والامتنان، فلذلك ملازمك على ممر الأزمان في كل لحظة لك منه إنعام كبير، والله أعلم.